أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من الإخبارية ترندينج. هذا البرنامج الذي يرصد لكم ما تجود به مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك، تويتر وإنستغرام. والبداية نستهلها بترند الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الفنان القدير محمد حزيم عن عمر ناهز 70 عاما. قامة من قامات الفن الجزائري قدم فيها للمشاهد أجمل أعماله الكوميدية وأشعرها رائعة بلا حدود. هذا وقد قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعزية لعائلة الفقيد، كما تفاعل جمهور ومحبي الفنان من إعلاميين وفنانين وعزوا عائلة الفقيد والأسرة الفنية. كتب فارس: ربي يرحمه ويوسع عليه مأواه الجنة إن شاء الله. وكتب عبد الله: اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واغفر له وطيب تراه واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. وكتب عاطف: لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم، إن لله وإن إليه راجعون، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، إن لله وإن إليه راجعون. هاشتاغ آخر تصدر مواقع التواصل الاجتماعي: هاشتاغ كفاءة نابغة سوسن شدادي درست العلوم التجارية وتخرجت بامتياز من جامعة قسنطينة، رغبتها بالتعمق في اللغة الإنجليزية قادتها إلى الدخول جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة لإتقان اللغة أكاديميا وأدبيا. أسست أرضية رقمية بدون حدود لتعليم الجزائريين عن بعد، ووضعت فيها عصارة خبرتها في التعليم العالي لتمكين الطلبة والشباب في الجزائر من الحصول على كفاءات في الميادين العلمية. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه النابغة، حيث كتب عبد الرزاق: تبارك الله على أدمغة الجزائر، مستقبلنا أقول نصنعه باستثمار في أبنائنا. وهذه الأخت من المؤكد أن والديها قد تعب في تحفيزها منذ الصغر. وكتبت روزا: ربي بارك ما شاء الله، مزيد من التألق والنجاح، نفتخر بشخصيات كما هذه. وعلقت أم زينب: الله يبارك، هذه المرأة فخر الجزائر بكل معنى الكلمة. من الكفاءة الجزائرية إلى الكفاءة الفلسطينية، زينة صحفية ابنة مدينة الخليل تقوم بتحويل رسومات أطفال مرضى السرطان إلى ألعاب ومجسمات تنبض بالحياة لإسعادهم. شاهدوا هذا الفيديو. بجانب الرسومات اللي رسموها وبنفس ردة الفعل تبعتهم لما بيشوفوا هاي الدمى صارت من مسلمين. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا الفيديو، حيث كتبت منال: مثل هذه الالتفاتة تزرع الأمل في نفوس هؤلاء الأطفال وتنسيهم ما يعيشونه من حروب. وكتبت حفيظة: هي طبعا لمسة أمل بالنسبة لهؤلاء الأطفال، مشكورة هذه المرأة على المبادرة. وكتب مالك: هذه المبادرة تعطي للأطفال أملا في الحياة، خاصة لأطفال فلسطين الحبيبة.
من الكفاءات الجزائرية إلى العادات والتقاليد الجزائرية. حق الملح هذا التقليد الذي لا ينسى الجزائريون من خلاله رد الجميل لأمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم. يكرمنا في العيد بالذهب أو بالمال نظير تعبهن طوال الشهر الفضيل. رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هذا التقليد، حيث كتبت أميرة: مثوارة عندنا أبا عن جد. كتب يوسف أقول: أكيد عربون تقدير للأم، الأخت، الزوجة، كل من كان يحضر أطباقا ويتفنن فيها طيلة الشهر الفضيل رغم التعب والمشقة. كتبت نورة: تقليد جميل فيه الكثير من الود والعرفان. هاشتاغ حوس بلادك، هذا الهاشتاغ يقودنا إلى تلال وحقول ولاية سطيف في جو ربيعي بامتياز. رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هذه الصور، حيث كتبت لينا: اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، آمين يا رب. وعلق آخر: الجزائر الحبيبة بلد شهداء الأبرار ومحبي فلسطين وشعبها. وعلقت ميسا: اللهم الله يبارك يا رب، احفظ بلدي العزيز الغالي الجزائر، اللهم امين. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا العدد الجديد من الاخباريه ترندينج، نلتقي في اعداد اخرى، لكن قبل هذا ندعوكم للتمتع بالربيع في ولايه سطيف. دمتم طيبين، الى اللقاء.